اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الاخيره والرئيسيه في حلقتنا النهارده، واللي احنا قلنا لكم عنوانها هو عنوانها بسيط. احنا بنسمع من سنين طويله وخاصه اثناء الحرب الدمويه الغاشمه على غزه اسم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل. يا ترى الراجل ده ايه بالظبط؟ هذا الرجل اللي ولد سنه 49، بنتكلم النهارده عمره 75 سنه، تولى الحكومة لأول مرة سنة 93 وكان عمره ساعتها 44 سنة، وهو أطول فترات رئاسة الوزراء في تاريخ إسرائيل. هذا الرجل ينتمي إلى إيه؟ كيف يفكر؟ وهو طبعا مولود في يافا في فلسطين المحتلة من أبوين، أب بولندي وأم أظن بريطانية، لكن في النهاية من هو بنيامين نتنياهو اللي احنا بيواجه النهاردة ويقتل الشعب الفلسطيني واللي تحالف مع كل الناس في اسرائيل بلا استثناء تقريبا الى ان وصل الى التحالف الشيطاني اللي بيحكم به الان، التحالف مع الصهيونيه اليهوديه وكل المتطرفين التلموديين والتوراتيين والخلاصيين والمخرفين في تاريخ هذه الدوله. ده اللي هنحاول نفهمه وتاثيرات طبعا هذه الشخصيه على مجريات ما يحدث وما سوف يمكن ان يحدث. سيدنا في هذه الحلقه يكون معانا يفهمنا ويدينا هذه الاجابه الدكتور اسامه شعث، استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه والخبير في الشؤون الاسرائيليه. اهلا بك دكتور اسامه. اهلا وسهلا. ويشرفنا من رام الله على عبر سكايب الكاتب الصحفي الاستاذ نهاد ابو غوش، مدير مركز مسار للدراسات والخبير المختص ايضا بالشان الاسرائيلي. اهلا بك استاذ نهاد. اهلا بك دكتور، وتحياتي لدكتور اسامه ولكم وللمشاهدين. اهلا بحضرتك دكتور اسامه. احنا بنحاول نعمق معرفتنا، يعني مش بس مشاعرنا لن تكفينا للاستمرار يعني في الاقتناع بما نحن عليه. فنتنياهو ده اذا عرفناه في جمل قصيره نقول ايه؟ يعني بدايه تحيه لك ولكل المشاهدين ولضيفك الكريم من قلب رام الله فلسطين، وايضا تحيه الى كل الشعب الفلسطيني الصامد الان والذي واجه نتنياهو وكل زمرته من عصابات جيش الاحتلال. الحقيقة أن نتنياهو يعد هو الزعيم الخليط من العلمانية، وهو من أسرة علمانية بالأساس ومن أصول بولندية. والده يعني كان يخلط ما بين الفكر المتطرف في إسرائيل مع الفكر العلماني اليساري، باعتبار أن الخلفية التاريخية لأسرة نتنياهو مرتبطة بالشكل العام كأنها علمانية، لكن في الحقيقة هي متطرفة تعود إلى فكر جابوتينسكي، وهو أحد أهم أربع زعماء في تاريخ إسرائيل، الكيان الصهيوني أو الحركة الصهيونية عموما، وكان متطرفا جدا. بالمناسبة جابوتينسكي أساسا عندما وصل إلى فلسطين في بداية القرن العشرين في عهد الانتداب البريطاني، هو أيضا تم طرده من فلسطين من الانتداب البريطاني. يعني هو جابوتينسكي تم طرده من فلسطين في ذلك الوقت في عهد الانتداب البريطاني، وكان محكوم عليه بالإعدام بالمناسبة، لأنه كان لديه العديد من الجرائم التي ارتكبها ضد الفلسطينيين العرب ما قبل 48 أقصد. نتنياهو يحمل فكرا متطرفا، وهذا الفكر يقوم على العديد من النقاط. النقطة الأولى أنه يحاول أن يستعيد أو يخلط ما بين التاريخ والجغرافيا ويربط معها التوراة والتلمود، بمعنى أنه يستدعي دائما في كتاباته، وأنا يعني في له كتاب عندي اسمه مكان تحت الشمس، وهو يحاول أن يصور فيه صورة اليهودي بأنه شعب الله المختار الذي يحق له فعل كل شيء، وأنه اضطهد هذا اليهودي قبل آلاف السنين، والآن هو يعود بوعد إلهي إلى هذه الأرض وهذه هذه المنطقة، وأن العرب بالمناسبة هو مش عدو الشعب الفلسطيني بس، هو عدو كل العرب، ويعتبر أن العرب لا حق لهم لا في فلسطين ولا غيرها، وأن فلسطين من منطقة نهر الأردن حتى البحر لا مكان لشعب آخر سوى شعب إسرائيل. هذه النقطة المهمة في فكر نتنياهو. لذلك عندما تولى الحكم، وأكيد السلوك السياسي الذي عمل فيه نتنياهو طيلة حياته، الحياة العملية كما يعلم الجميع، هو مواليد 49، وهو أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل ولد في داخل فلسطين. صحيح. أما الوزراء اللي ما قبل نتنياهو، وسواء كان هو اللي كان قبل نتنياهو مباشره كان شمعون بيرز، ثم ما قبله رابين،
وإسحاق شمير وغيره من رؤساء الوزراء الذين كانوا منحين بيجن وديفيد ليفي وحتى وصولا إلى بن غوريون مسبقا، كل رؤساء الوزراء ولدوا خارج فلسطين التاريخية. نتنياهو يعتبر أول رئيس وزراء ولد في إسرائيل، وهذا يعني أنه يريد أن يصور أنني أنا الذي ولدت هنا وأنا الذي أستحق أن أكون قائدا وحاكما وبانيا آمال الشعب اليهودي. هذا الفكرة الأولى. الفكرة الثانية أنه هو أطول رئيس وزراء حكم في إسرائيل، وبالتالي أنه يخلد لنفسه التاريخ أنه أنا الوحيد الذي عملت أكثر من 16 عام تقريبا، ما يعادل نحو 16 عام 12 عام متواصلة، وما قبل ذلك في 96 تولى رئاسة الوزراء، وثم بعد أن أصبح معارضا في الفترة الأخيرة عاد مرة أخرى. وبالتالي كل التشكيلات التي شكلها في الحكومات السابقة التي تولاها تؤكد على أنه يميل إلى التطرف أكثر من الفكر اليساري والعنصري. النقطة الثالثة في يعني أود أن أقولها أنه رئيس الوزراء الوحيد الذي انتخب بشكل مباشر من الشعب بالاحتلال الإسرائيلي، بمعنى في 96 سن قانون في ذلك الوقت أن يكون هناك انتخابات مباشرة، انتخب رئيس الوزراء ثم الأحزاب هو الذي يحق له تشكيل كل شيء. فنتنياهو نجح في هذه الانتخابات ويسجل التاريخ له الإسرائيلي أنه هو الوحيد الذي انتخب مباشرة من الشعب الإسرائيلي وشكل هذه الحكومة، ثم ألغي القانون بالمناسبة بعد فوزه مباشرة، عودنا للنظام البرلماني تم العودة للنظام. هروح للأستاذ نهاد أبو هوش. أستاذ نهاد، يعني تاريخ دولة الاحتلال في أسماء تولت رئاسة الوزراء ذكرنا بعضها، المؤسس بن غوريون، القاتلة والمقاتلة جولدا مائير، من يسمى برجل السلام إسحاق رابين الذي قتله واحد من أبناء دينه وجلدته، بيجن اللي وقع مع مصر معاهدات السلام، شامير المتطرف. أين يوضع نتنياهو في هذا التسلسل من هذه الأسماء؟ مساء الخير وتحية لكم. مساء الخير، تحية لك. الحقيقة يقال أن نتنياهو حاول أن يصنع نقلة جديدة أو إسرائيل جديدة أو يجري تحولات عميقة في كل النظام السياسي الإسرائيلي بحيث يكون السيطرة فيه لشخصه للفرد على حساب المؤسسات ودورها. يصنف نتنياهو على أنه زعيم يميني شعبوي، ولكن يعني نماذج كثيرة تشبه هذا النموذج مثل بولسونارو مثلا في البرازيل أو مودي بالهند، بعض قادة أوروبا الوسطى مثل فيكتور أوربان حاليا. هذا النمط من اليمين معادل الديمقراطية. هل تكرر النمط ده في رئاسات الوزراء في إسرائيل قبله؟ لا هو فقط يمكن نتنياهو هو الأبرز في هذا النمط الشعبوي الذي يعني لديه سمات عامة مشتركة، وهي مداعبة يعني الغرائز القومية أو الدينية، معاداة الآخر إن كان قوميا أو دينيا أو جار، أو يعني كيف نرى مثلا أنه بالهند مودي يعادي المسلمين، في أوروبا يعادون المهاجرين. فنتنياهو كل تركيبته الفكرية قائمة على الثقافة الغرائزية المتطرفة التي تتغنى بالأمة الخالدة. هذه الأمة مختلفة عن كل أمم العالم، ولذلك هو يبيح لها أن تحتل وأن تقتل وأن تتميز وأن تكون فوق الآخرين وما إلى ذلك. هو صحيح أنه امتداد للليكود، لكنه حطم كل مؤسسات هو اليمين الإسرائيلي، اليمين الإسرائيلي التقليدي الليكود. نعم. لكنه لا يؤمن بالمؤسسات. يعني في الفترات التي قبل نتنياهو كان حزب الليكود وهو حزب يميني، فيه منابر وفي أقطاب وفي ما يسمى أمراء الليكود وزعمات تتنافس، لكن على عهد نتنياهو قام بتصفية كل هؤلاء وحول الحزب إلى مجرد يعني ميدان لزعامته الفردية. ربما البعض يسمي هذه النزعة بالنزعة البونابرتية التي تستهين يعني بالمؤسسات وتسعى إلى حكم مطلق للفرد، وبالتالي ذو نزعة عدوانية دائما. إنما بلا شك أنه هو امتداد للحركة الصهيونية. لكن علينا أن نلحظ هنا أن كل هذه التحولات ليست مجرد نتاج اجتهاد شخصي لنتنياهو، بل هي أيضا نتاج لتحولات عميقة جرت في المجتمع الصهيوني الإسرائيلي، أبرزها على سبيل المثال تصفية القطاع الخاص، تصفية مؤسسات التي كانت يعني لها ملامح اشتراكية مثل الكيبوتس أو المشافين أو حتى المؤسسات الصهيونية مثل الهستدروت على سبيل المثال، اتحاد عمال إسرائيل. نعم. كثير من المسائل الداخلية التي ميزت النظام السياسي الإسرائيلي
تحولت وتغيرت وبات النظام الإسرائيلي أقرب إلى النظام الأمريكي القائم على حرية الاقتصاد والتجارة الحرة، وبالتالي وقعت طفرات اقتصادية، هناك أثرياء جدد وهناك زعامات جديدة، وبالتالي هناك تحولات عميقة أيضا لها علاقة بزيادة نسبة المستوطنين في المجتمع. هؤلاء كانوا على الهامش، لكنهم مع الوقت تحولوا إلى نسبة مهمة حاسمة في معادلات السياسة الإسرائيلية. ولذلك نتنياهو هو ذو خلفية علمانية، ذو خلفية يعني ليست دينية على الإطلاق، لكنه بسبب مصالحه الشخصية عمد دائما على التحالف مع القوى الدينية المتزمتة ومع القوى القومية الصهيونية المتزمتة، لنميز بين هذه وتلك، لأنه المتدينين متزمتين دينيا وليس قوميا، بينما ما يسمى الحرذليين أو مثل بنغفير وسموتريتش متطرفون قوميا يخلطون الدين بالقومية الصهيونية. فهذا هو نتنياهو، شخص ثعلب يعني لعبان مناور، ذمته الشخصية أيضا يعني موصومة بالفساد، يعني وعليه قضايا فساد ليست قليلة بالمناسبة، صحيح. والآن معني بإطالة أمد الحرب لكي يتهرب أو يتملص من المحاكمة. ولذلك هو هذا كل الديماغوجيا والخطاب الشعبوي والخطاب التعريضي في نهاية المطاف هو يخفي نزعات فردية معادية للديمقراطية وأيضا فاسدة، وعليه اتهامات كثيرة بأنه حتى قضايا شخصية يعني مثل خيانة الزوجة، يعني على سبيل المثال عليه طيب. قصص كثيرة من هذا النوع. وبالتالي نحن إزاء نمط فريد، لكن أبرز ما يميزه لدى الجمهور الإسرائيلي يذكر الإسرائيليين بما ورد في أحد أصحاحات التوراة، أن هذا الشخص هو قتل وورث، أي أن هذا النفس اليمين المتطرف هو الذي قتل إسحاق رابين وورثه، بمعنى أنه جاء حكم اليمين واستقر حكم اليمين بعد تلك الفترة باستثناء فترة بسيطة جدا على أنقاض الرابين الذي اغتاله اليمين المتطرف وورثه، وبالتالي هذه مسألة مشينة لهذا اليمين الذي لا يقبل باللعبة الديمقراطية ويسعى الآن إلى تغيير كل النظام السياسي في إسرائيل من خلال السيطرة على المحكمة العليا وتقليص صلاحياتها وتهميش كل المؤسسات في النظام السياسي. تم.